زاوية 90 زاوية مهمة جدا. أو شيء أنا يعني مستغرب منك، يعني راعي إبل وتحبها ولك علاقة فيه يعني وطيدة، ولا تحب الشعر. والمعلومة اللي عندي إرشيد أقوى علاقاته مع شعراء ومنشدين ومعروفين على الساحة. كيف راعي إبل ولك علاقات وطيدة مع الشعراء والمنشدين الكبار وما تحب الشعر؟ في سبب خلاك تكره الشعر، اقنعني. هي ما هي بسبب، ما هي مسألة سبب انك ان الشاهد يكره الشعر. الشاهد ما قال الشاهد يكره الشعر، بالعكس. انت قلت اكثر من مرة ووضحت وعاتبت خوياك واجد. لا انتو تشوفون يعني الامور اللي بيني وبين الشباب ترى ما هو باي شيء جدي. مثلي انا صح، انت اخوي نواف تتصنع كثير من الاحداث. اذا تسميها تصنع هذه حطها تصنع، لكن مثلا انت توك الان تقول لا تصدقون كل شيء. لا هي ما هي بتصنع، انت فحطيتها شيء ثاني. انا قصدي اني يعني اكيد شيء طبيعي اللي انت قاعد تقوله قبل غير اللي تقوله الان. الناس حتحفظ قصدك الاول ولا تحفظ قصدك الثاني؟ الناس ما يبي على كيفك. انا متاكد ان الناس واللي يعرفني واللي قد شاهدنا في 45 ذا اليوم انه يعرف ايش يقصد الشيء. الشيد ما هو مسألة أنه هي يعني يا أستاذ العزيز، برامج الواقع وقناة الواقع جمهورها في ازدياد وولاد، يعني كل يوم يشوفك أشخاص جدد. الناس اللي شافوا رشيد في الحلقة هذه اليوم شافوك متوتر ومتضارب في إجاباتك، اللي شافوك قبل أيام شافوك متهم بالتصنع، واللي شافوك قبل يعني كل يوم لك قصة. هي ما هي مسألة تصنع ولا هي مسألة. أنت مثلا إذا الحين سألتني، أنت دخلت بموضوع الشعر، هم رحت للتصنع هم الحسن. إذا الحين انا ابي سؤال موجه واعطيك جواب موجه مثل ما سالت. وش تعرف عن الثقه يا رشيد؟ ثقه شفتها الحين شطحت انت ما شاء الله عليك. لا وش تعرف الحين في الشعر ولا وش تعرف عن الثقه؟ طيب ثقه خلني اجاوبك انا. جاوب. الثقه ما هي بجلسه كادي واجاباتك هذه. ها ما عندك ثقه يا رشيد؟ ما في ثقه. هي خربانه يا رجال، متوتر. انت اصلا كنت رافض الحلقه من البدايه، فيمكن ما هي مساله رفض الحلقه. لا انت لا تخليها تحصيل حاصل يا رشيد. انا يمكن في اي لحظه كذا ما يعجبني اللقاء معك امانه. هو الحلقه هي انت اللي تديرها وانت اللي كيفك. والله احرجتني. طيب رشيد سم كمل. كم تحب الشعر؟ يعني احب الشعر، بس انها يعني مساله انه يوم يشوفوني بين الشباب انها كذا يا بقول كثره الشعر وكذا. اي دعوه مزح وضحوك ودعوه جميل. والله العظيم اني من محب الشعر.